أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بعالم الكروشيه مع سلام أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد ودمية جديدة دميتنا بسيطة كتير وسهلة تعتبر من الدمى البسيطة اللي ما فيها تعقيد مثل ما شايفينها لذيذة كتير كتير وألوانها حلوة طبعا اختيار الألوان برجع لذوقكم أنا رح اشتغلتها هون بالأخضر والأبيض وراح أرجع أشتغلها معكم بلونين مختلفين تانيات طريقة شغلها سهلة ورح نشتغلها مع بعض متل العادة خطوة بخطوة وغرزة بغرزة الخيط المستخدم بهاي الدمية هو يارن ارت جنس هو خيط قطن فيكم تستخدموا اي نوع خط خيط قطني ما بي يعني ما في اي اشكال اليزا كوتون كولد او اي خيط خاص بالابر خاص بدمى الاميغورومي رح استعمل معها ابره مقاس اتنين ميلي طبعا بحتاج لعيون آمنة أنا هون مستخدمة مقاس 12 ملي فيكن تستخدموا فيكن تطرزوه تطريز فيكن تعملوه على شكل عيون ضاحكة أو عيون نائمة حسب المتوفر عندكن وطبعا بحتاج لحشو الحشوة أي نوع حشوة متوفرة عندكن أنا رح استعمل الفايبر الحبيبات ما رح طول عليكم كتير بس قبل ما أبتدي بحب ذكركم اللي ما اشترك بالقناة يشترك فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومميز من عالم الكروشيه مع سلام ويلا نبتدي مع بعض في عمل دميتنا فيها رح نستخدم فيها لونين اللون الاساسي واللون الثاني يعني اللون الاول واللون الثاني انا بهي الدميه كان اللون الثاني هو اللون الاخضر واللون الاساسي ابيض في دميتنا الثاني كمان رح يكون اللون الاساسي هو اللون الابيض ورح استخدم اللون الفوشيا أو اللون الزهر كلون تاني بشغلي لذلك أول قطعة رح ابتدي فيها رح ابتدي بعمل اليدين رح بعدها نشتغل الجسم حتى أوصل اليدين مع الجسم يكونوا عندي جاهزات لما انتهي من الجسم يكونوا عندي اليدين جاهزات لتثبيتهم بعدها رح نشتغل الرأس والأذنين فلذلك يلا نبتدي بعمل اليدين بعمل الخيط على شكل دائرة تعمل دائرة سحرية، مثبتة بإصبعتي ومن داخل هاي الدائرة بسحب الخيط أول مرة وهي تاني مرة، الدائرة السحرية عندي جاهزة لأبتدي فيها الدور الأول اللي هو عبارة عن ست غرزات حشو داخل الدائرة السحرية من داخل الدائرة دخلت إبرتي وهي أول غرزة حشو كمان من داخل الدائرة هاي تاني غرزة ثالثة الرابعة. خامسة وهي الغرزة السادسة ست غرزات حشو داخل الدائرة السحرية هون عند الغرزة السادسة والأخيرة بدي أحط فيها العلامة وبمسك الخيط القصير من الدائرة وبسحبه حتى سكر دائرتي بدي ابتدي بالدور الثاني ما بختم بمنزلقة فورا ببتدي بالدور الثاني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهون الغرزة السادسة اللي هي أول غرزة رح أشتغل فيها فوت فيها أبرتي وبسحب الخيط منها هي أول غرزة حشو وبرجع من نفس المكان باخذ الغرزة الثانية اللي بدي أشتغل الدور الثاني اللي هو عبارة عن ست غرزات تزايد هي أول غرزة تزايد بروح اللي بعدها كمان بدي أشتغل فيها غرزتين واحد ومن نفس المكان هي الغرزه الثانيه هي اثنين روحها اللي بعدها كمان واحد من نفس المكان هي اثنين هي ثالث غرزه تزايد اللي بعدها كمان واحد واثنين هي الرابعه وهي الغرزه الخامسه غرزه التزايد الخامسه واحد من نفس المكان الثانيه وصلنا للغرزة اللي فيها العلامه راح أشيل العلامه واشتغل فيها كمان غرزتين واحد واثنين هي سادس غرزة تزايد فورا برجع العلامة لآخر غرزة في الدور هون لأبتدي الدور الثالث الدور الثالث عبارة عن غرزة حشو غرزة تزايد بنكررها ست مرات يعني أول غرزة هون بدي اشتغل فيها غرزة حشو واحدة هي واحد اللي بعدها بدي اشتغل فيها غرزتين هي واحد واثنين يعني تزايد بعدها غرزه حشو واحده واحد بعدها تزايد يعني غرزتين هي واحد من نفس المكان هي الثانيه وبهذا الشكل بدي كرر حتى أصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تزايد إذا ما كان فيها تزايد معناها في عندي خطأ بالشغل بدي أرجع كر وعيد شغلي وصلنا الدور الرابع الدور الرابع والدور الخامس هو دور ثابت يعني في كل غرزة بدي أشتغل فيها غرزة حشو واحدة بس هاي يعني في كل دور بشتغل 18 غرزة حشو ما في عندي تزايد بس غرزات حشو في كل غرزه بشتغل غرزه حتى اوصل لغرزه العلامه بنقل غرزه العلامه وبرجع بشتغل الدور الثاني دور الثابت الثاني بدي اشتغل دورين ثابتات وبنرجع بنكمل مع بعضنا وصلت لنهايه الدور الثابت الثاني لاحظوا الشغل عندي كيف عم عن بيلف خيط الدائرة السحرية من داخل القطعة، هذا هو الوجه الصحيح اللي بدي اياه، هون بدي اقلب الشغل للون الأبيض، هي آخر غرزة اللي فيها العلامة، رح شيلها وأسحب الخيط باللون الزهر وبوقف بهذا الشكل، هون بدي اجيب اللون الأبيض، الخيط الأبيض بمسكه بإصبعتي واشتغل هي الغرزة الأخيرة باللون الأبيض، طبعا بمسك نهايات الخيطان بداية الخيط الأبيض مع نهاية الخيط الزهر بدي أعقدهم مع بعض ثبتهن وقص اللون الخيط الزهري إني ما بحتاجه بهذا الشكل رح رجع العلامة لهون إنه هلا بداية الدور ما كتير بحتاجها بس يعني خلينا ما نضيعها بعدها بدي اشتغل 14 دور ثابت باللون الابيض 14 دور ثابت في كل دور منهم في 18 آه غرزة 18 غرزة حشو ل 14 دور ممكن حط جنبي ورقة وقلم وكل ما خلصت الدور آه بحط علامة او ممكن كل ما اشتغلت عدد من الادوار بعدة الادوار اللي اشتغلتها ما بنسى بنقل العلامة لاخر غرزة انتبهوا عليها كتير منيح رح اشتغل هدول الاربعة عشر دور السابتات وبنرجع بنكمل مع بعض انهيت الاربعة عشر دور السابتات القطعة عندي صارت بهذا الشكل تقريبا هذا الجزء من هون لهون هو الجزء الوحيد اللي بنحشي فايبر الجزء المتبقي من اليد بيبقى فاضي فيني اتأكد من هذا الحكي انه عد الادوار من بداية الحلقات هيك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة سبعة تسعة أنهي تسعتاشر دور الدور العشرين فيه تناقص دور العشرين عبارة عن غرزة حشو غرزة تناقص بنكررها ست مرات يعني الغرزة الأولى هي غرزة حشو اللي بعدها تناقص راح أعمله بتناقص مخفي كيف راح يكون هذا الكلام؟ هون عندي الغرزات بطلع من منتصف الغرزه الاولى يعني انا وقت عم بمر بمر بالغرزه بهذا الشكل لا انا رح اطلع من النص يعني بدي اطلع اخذ الخيط الاول بس من الغرزه من نصف الغرزه بهذا الشكل هذا الخيط واحد بس برجع كمان نفس الحكي من الغرزه اللي بعدها كمان من منتصف الغرزه كمان باخذ خيط واحد بس لاحظوا معي كيف هيك صار في عندي مره بغرزتين بسحب الخيط من هدول الغرزتين وبشتغلها بغرزة تناقص برجع بكرر اللي بعدها غرزة حشو هاي فتنا بالغرزة هاي غرزة حشو اللي بعدها تناقص هاي الغرزة بشكل الكامل انا ما رح فوت فيها بشكل كامل. بدي اطلع من منتصفها يعني اخذ خيط واحد برجع كمان من منتصف الغرزة الثانية كمان اخذ خيط واحد بسحب الخيط من هدول الغرزتين وهي غرزة تناقص وبهذا الشكل بدي كرر حتى اصل غرزة العلامة والغرزة اللي قبلها مع بعض بيكونوا بغرزة تناقص انهيت الدور العشرين هلا عندي الدور الواحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين هن ثلاثة ادوار ثابتة في كل دور منهم بدي اشتغل فيه اتناش غرزة حشو ما في عندي تزايد ولا عندي تناقص بس ثلاث ادوار ثابته رح اشتغل هي الادوار الثلاثه الثابته ونرجع بنكمل مع بعض انهيت الادوار الثلاثه الثابته هون بدي اختم شغلي بمنزلقه بتكون هي نهايه اليد بترك مسافه من الخيط رح استخدمها بالخياطه والتثبيت مررها من داخل آخر غرزة اللي هي غرزة الحشو وبشدها بهذا الشكل مثل ما قلت لكم راح نحشي الجزء السفلي بس من اليد وما تبقى راح يبقى فاضي هيك أنهيت اليد بديش أرجع أعيد نفس الخطوات لأعمل اليد الثانية وبعدها بنبتدي بالجسم لعمل القدم نبتدي بعمل دائرة سحرية بعمل الخيط على شكل دائرة ومن داخل هي الدائرة بسحب الخيط اول مرة وثاني مرة الدائرة السحرية جاهزة ابتدي الدور الاول اللي هو ست غرزات حشو هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هاي الغرزة السادسة ست غرزات حشو داخل الدائرة السحرية بنحط العلامة عند الغرزة السادسة سكر دائرتي انهينا الدور الاول الدور الثاني عبارة عن ست غرزات تزايد يعني في كل غرزة من هاي الغرزات بدي اشتغل فيها غرزتين حشو هاي الغرزة الاولى من نفس المكان هاي الثانية هاي اول تزايد خلصناه التزايد الثاني كمان واحد من نفس المكان هي اثنين تزايد الثالث واحد نفس المكان هي اثنين هذا الرابع واحد واثنين نعمل التزايد الخامس واحد واثنين نشيل العلامه وهذا التزايد السادس هي واحد نفس المكان هي الثاني وبرجع العلامة عند الغرزة الأخيرة انهينا الدور الثاني الدور الثالث عبارة عن غرزة حشو وغرزة تزايد بنكررها ست مرات الغرزة الأولى غرزة حشو اللي بعدها هو تزايد يعني فيها غرزة ومن نفس المكان باخذ الثاني وبكرر نفس الكلام حتى أصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تزايد الدور الرابع عبارة عن غرزتين حشو غرزة تزايد بنكررها ست مرات الغرزة الأولى غرزة حشو هي الغرزة الثانية كمان غرزة حشو وصلنا للتزايد يعني هون غرزتين هي أول غرزة ومن نفس المكان باخذ الثانية وبكرر هذا الكلام حتى أصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تزايد الدور الخامس عبارة عن دور ثابت يعني 24 غرزة حشو في كل غرزة بدي اشتغل فيها غرزة حشو واحدة بس ما في عندي تزايد في هذا الدور بس دور ثابت وصلت لنهاية الدور الخامس وهون وصلت لغرزة العلامة رح اشيل غرزة العلامة واسحب الخيط هون بدي اقلب للون الابيض من الدور السادس لنهاية الساق هو بدي تكون باللون الابيض بعد ما سحبت الخيط باللون الزهري رح اشتغلها باللون الابيض وثبت طرفين الخيط نهاية الزهر مع بداية الابيض من الدور السادس حتى الدور ال عشر في عندي هون 12 دور ثابت في كل دور منهم في 24 غرزه حشو 12 دور ثابت ما في هون تزايد نفس عدد الغرز في كل دور ممكن مثل ما اشتغلنا في اليد بنحط ورقه جمنا وبنحط اشارات حتى نشتغل 12 او بنعد الادوار حتى نصل للدور ال عشر حتى نشتغل الدور ال عشر رح اشتغل انا هاي الادوار ال12 الثابتة وبنرجع بنكمل مع بعض بعد ما اشتغلت ال دور الثابتات هون بدي ارجع كرر نفس العملية بدي اعمل قطعتين اول ساق بختم بمنزلقة وبنهي الشغل بهذا الشكل القطعة الثانية لما اصل لهي له المرحلة ما رح انهي الشغل ما رح اختم وإنما رح أشتغل أني أوصل القطعتين ببعض رح أوصل القدمين حتى اطلع الجسم يعني أنا هون انهيت هي المرحلة وهي المرحلة وبدي أوصل بدور ثابت للقطعتين أوصلهم ببعض كيف رح يكون هذا الكلام؟ بداية بدي ارتفع بثلاث غرزات سلسلة هي واحد هي اثنين وهي ثلاثة ثلاث غرزات سلسلة بجي عند الساق هون آه الاولى هون مكان آه الغرزه يلي عملت فيها المنزلقه هي اخر غرزه ختمت فيها بمنزلقه بدي فوت ابرتي نفس الغرزه اللي عملنا فيها المنزلقه وبسحب منها الخيط بهذا الشكل وبعمل اول غرزه حشو بعدها بدي اعمل دور ثابت كامل من بالساق الثانية يعني بدي اعمل اربعة وعشرين غرزة هاي عملنا الغرزة الاولى منروح على اللي بعدها هاي اثنين ثلاثة اربعة بدي عد الغرزات حتى اصل قبل ما اشتغل قبل ما اصل السلسلة لازم يكونوا اربعة وعشرين غرزة هي اتنين وعشرين تلاتة وعشرين وهي الغرزة الأربعة وعشرين أربعة وعشرين غرزة هلا السلسلة اللي اشتغلنا فيها واللي وصلنا فيها القطعتين هون هن ثلاث غرزات سلسلة يعني لازم اشتغل عليهم ثلاث غرزات حشو بغرزات السلسلة هي واحد هاي اتنين وهي التالتة ثلاث غرزات سلسلة بعدها بكمل على الساق هون كمان بت... لحتى اوصل للعلامة لازم تكون العلامة هي الغرزة الاربعة وعشرين واحد اتنين كتير مهم بهي المرحلة اننا فعلا نعد الغرزات حتى ما يكون في اي خطأ هي ثلاثة وعشرين والغرزة اللي فيها العلامة رح اشيل العلامة واشتغل الغرزة الاربعة وعشرين ما رح رجع العلامة هون لأ بدي ارجع اشتغل هون في الغرزات السلسلة مقابل هاي الغرزات الثلاثة الاولى كمان بدي اطلع بثلاث غرزات حشو واحد هي اثنين وهي الغرزة الثالثة ثلاث غرزات حشو رح احط العلامة هون عند هي الغرزة الثالثة يلي على السلسلة وهي رح تكون الغرزة الأخيرة في الدور بعد ما اشتغلنا هذا الدور بدي اشتغل اللي هو هذا الدور عبارة عن دور 18 الدور ال عشر للدور ال وعشرين هي أدوار ثابتة في كل غرزة بدي اشتغل غرزة لخمس أدوار ثابتة في كل دور منهم فيه أربعة وخمسين غرزة حشو خمس أدوار ثابتة ما فيها تزايد ولا فيها تناقص بس أدوار ثابتة رح اشتغل هاي الخمس أدوار وبرجع بكمل معكم بعد ما وصلت للدور ال 23 يعني اشتغلت الخمس ادوار الثابته وفيني اتاكد من هذا الكلام نعدل الادوار من الطرف طرف الساق بهذا الشكل هون بدنا نبتدي بتدخيل اللون الزهر يعني بدي ابتدي بالتقليمه هون بهذا الشكل هي التقليمه هي كلها وهي الخطوط كلها بادوار ثابته ما فيها تناقص بس ادوار ثابته هي اخر غرزه هون رح حتى ادخل اللون الثاني هاي اخر غرزه دخل اوبرتي بسحب الخيط وبوقف ما بشتغل الغرزه بجيب الخيط هون انا اللون الزهر وبشتغل هي الغرزه باللون الزهر بسحب الخيط بهذا الشكل وهون بثبت نهايه الخيط الابيض مع بداية الخيط الزهر بعقدة بس هون ما في داعي قص الابيض لاني بدي ارجع له هلا بدي اشتغل سطر ثابت باللون الزهر سطر ثابت باللون الابيض بدي اقلم بيناتهم ما في داعي لغرزة العلامة لأني مبينة البداية، والخيط الأبيض رح أتركه لحتى بعد ما أخلص سطر كامل باللون الزهر أرجع للون الأبيض، ما رح قصه. وصلت لآخر غرزة هون رح فوت فيها واشتغل آخر غرزة بهذا الدور. سحبت الخيط الزهر بس ما بشتغل، بترك الخيط الزهر وبسحب بشد هي الخيط الابيض وبشتغل هي الغرزة باللون الابيض وبكمل هلا السطر هاد باللون الابيض بهذا الشكل بدي اشتغل دور باللون الابيض دور باللون الزهر يعني بعد ما اشتغل هذا الابيض بدي ارجع اشتغل اللي بعده زهر اللي بعده ابيض اللي بعده زهر بعد ما اشتغلت سبع ادوار من اللون الزهر وصلنا هون للدور ال37 يعني هون اذا حسبنا الادوار من بدايه القدم لهون بيكون اشتغلنا 36 دور في الدور السبعة 37 بدنا نبتدي بالتناقص دور السبعة وثلاثين بيكون باللون الأبيض رح نشتغل سبع غرزات حشو غرزة تناقص بنكررها ست مرات الغرزة الأولى غرزة حشو هي الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة وهي الغرزة السابعة كيف بدي اعمل التناقص ممكن اعمله تناقص عادي وممكن اعمله تناقص مخفي خلينا نشتغله تناقص مخفي التناقص المخفي اني اطلع هاي الغرزة كاملة انا بدي اطلع من منتصف الغرزة يعني بدي اخذ الخيط الامامي بس للغرزة بهذا الشكل طلعت من منتصف الغرزة هاي الغرزة كاملة نحن نطلع من النص ونرجع الغرزة اللي بعدها كمان من منتصف الغرزة الثانية صار عندي بهذا الشكل رح اسحب الخيط من اتنين مع بعض واشتغلها بتناقص مخفي بنرجع بنكرر نفس الكلام سبع غرزات حشو غرزه تناقص حتى اصل لغرزه العلامه بغرزه العلامه والغرزه اللي قبلها المفروض اخذهم مع بعض بغرزه تناقص واحده هون وصلنا لنهايه الدور هي اخر غرزتين في الدور رح اطلع من منتصف الغرزة الاولى وارجع اطلع من منتصف الغرزة الثانية اسحب منهم الخيط وبوقف هون وارجع بغير للون الزهر اللون الثاني اللي عم نشتغله بدي ارجع اشتغل دور ثابت باللون الزهري ما فيه تناقص بس غرزات حشو في كل غرزة بدي اشتغل فيها غرزة حشو حتى اصل لنهاية الدور وصلت لنهاية الدور الزهر رح اترك الخيط الزهري واشتغل هي الغرزة بالخيط الابيض بهذا الشكل في هذا الدور بدي اشتغل بالخيط الابيض ست غرزات حشو غرزة تناقص بنكررها ست مرات يعني الغرزة الاولى هون هي غرزة حشو هي اول غرزة حشو هي الثانية ثالثة رابعة خامسة هاي السادسة وصلنا هون للتناقص يعني هون بدي ادخل من منتصف الغرزة الاولى وادخل ومن منتصف الغرزة الثانية واسحب الخيط من هون واشتغلها بغرزة تناقص ومنرجع منكرر نفس الكلام حتى نصل لنهاية الدور وصلت لنهايه الدور لغرزه التناقص طلعت من منتصف الغرزه الاولى وهي منتصف الغرزه الثانيه وبسحب منهم الخيط وبوقف وبغير اللون للون الزهر بهذا الشكل بنرجع نشتغل باللون الزهر دور ثابت كامل في كل غرزه بشتغل فيها غرزه حشو وحده بدون تزايد أو تناقص وإنما دور ثابت واحد وصلت لنهاية الدور الزهر الخيط الزهري هون رح اشتغل آخر غرزة باللون الأبيض بعدها رح قص الخيط الزهري لأني ما بقى اشتغل فيه أكثر من هيك وثبته مع الخيط الأبيض الأدوار التالية راح تكون بالأبيض بس، في الدور واحد وأربعين راح نشتغل خمس غرزات حشو غرزة تناقص بنكررها ست مرات، الغرزة الأولى هي هي غرزة حشو، هي الثانية التالتة الرابعة وهي الغرزة الخامسة. خمس غرزات حشو وصلنا للتناقص ندخل منتصف الغرزة الأولى ورجع منتصف الغرزة الثانية وبشتغلها بغرزة تناقص ومنكرر هذا الكلام حتى نصل لآخر الدور بنهاية الدور جات حطيت العلامة لأني ما بقى أشتغل باللون الزهر شغلي بالأبيض بس الدور الاثنين واربعين عبارة عن أربع غرزات حشو غرزة تناقص منكررها ست مرات الغرزة الأولى هاي غرزة حشو وهي الغرزة الثانية الثالثة وهي الرابعة أربع غرزات حشو وصلنا للتناقص هون نطلع من منتصف الغرزة الأولى ومنتصف منتصف الغرزة الثانية وبنسحب منهم الخيط وهي غرزة تناقص وبنرجع بنكرر نفس الكلام لنصل لنهاية الدور الدور ال واربعين هو الدور الاخير بجسم دميتنا هو عبارة عن ثلاث غرزات حشو غرزة تناقص بنكررها ست مرات هي اول غرزة حشو وهي الثانية وهي الثالثة وصلنا للتناقص هون بطلع من منتصف الغرزة الاولى ومنتصف الغرزة الثانية وبسحب منهم الخيط وبشتغل هون بغرزة تناقص وبنكرر نفس الكلام حتى اصل لغرزة العلامة وصلت لنهاية الدور هون بدي اختم بمنزلقة بسحب الخيط من الغرزة وبسحبها من الخيط اللي على الابرة وبترك مسافة من الخيط رح استخدمها لتثبيت الرأس على الجسم وباخدها من الغرزة وهيك بنكون انهينا الدور مثل ما شايفين انا معبيه هون هي المنطقه معبيتها مزبوط بس الاعلى لا ما عبيته بدي ثبت اليدين هون بهي مو اخر سطر السطر اللي قبله يعني في منتصف المسافه البيضاء هون بدي خيط اليدين على الاطراف اليد مثل ما اتفقنا بنحشي الجزء السفلي منها الجزء العلوي فارغ انا هون القطعه بدي وازنها بهذا الشكل وبدي احدد مكان اليد بحيث تكون في المنتصف اليد تماما هون ودي ابتدي خيط بعد ما ثبت اليدين الجزء السفلي من دميتنا صار جاهز لهون رح اختم الجزء الاول من الفيديو فيديو الدمية على امل اني التقيكم بالفيديو القادم لحتى نكمل الرأس والاذنين ونثبتهم مع الجسم قبل ما اودع وقبل ما اختم بحب اذكركم اللي ما اشترك بالقناه يشترك فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومميز من عالم الكروشيه مع السلامه وترككم بأمان الله